أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. هذه محاضرة رقم 12 في الميكروبيولوجي العام أو جنرال مايكروبيولوجي. تكلمنا على الكاونت، سيل كاونت أو البكتيريال سيل كاونت، وقلنا في الطريقة الأولى اللي هو البليت كاونت أو بور بليت كاونت أو سبريدينج بليت كاونت. فنيجي لرقم 2 أو الطريقة الثانية اللي هو الفلتريشن، إني أنا بأخذ 100 ملي من المية أو المحلول وبدخلها في من عبر فلتر بيبر، ما بدخل البكتيريال سيلز وبدخل المية العادية. فبعمل فلتريشن، بعدي كل الميت ملي هذه من خلال الفلتر بيبر، البكتيريا بتعلق في الفلتر بيبر، والفلتر بيبر هذه باخدها وبحطها على طبق بنمي البكتيريا، وبعمل كاونت ثاني يوم طبعا بعد الانكيوبيشن. When the quality of bacteria is very small as in luck or relatively pure stream bacteria can be counted by filtration method. بواسطة ورقة فلتر بيبر بعدي المحلول من خلالها، والبكتيريا تعلق في الفلتر بيبر، باخذ الفلتر بيبر بنميها على ميديا. In this technique at least 100 ملي of water are passed through a thin membrane filter whose pores are too small to allow bacteria to pass. يعني السبورز تبعت الفلتر بيبر ما بتدخل البكتيريا. Thus the bacteria are filtered out and retained on the surface of the filter paper. This filter is then transferred to petri dish containing a pad soaked in liquid nutrient medium. يعني أنا بنمي البكتيريا اللي على أو تعلقت في الفلتر بيبر في ميديا معينة. Where colonies arise from the bacteria on the filter surface. يعني بتنمو البكتيريا وبتعمل لي colonies وبعملها count. This method is applied frequently to detection of enumeration of coliform bacteria which are indicator of fecal contamination of food or water. طبعا هذه انا بزرع او بعمل filtration للبكتيريا اللي هي الايكولاي، اللي هي indicator ل contamination pollution. يعني اذا انا لقيت انا الايكولاي هذه بعدد أكثر من 10 كولونيز بقول عنها في بوليوشن، وبكتب رقم البكتيريا أو الكولونيز اللي وجدت، لكن أقل من 10 بعتبرها نيجاتيف. The colonies formed by these bacteria are distinctive when a differential nutrient medium is used. يعني أنا لما أشوف أنا selective media وبيظهر عليها الإشريشيا كولاي بلون خاص أو distinctive. The colonies shown in the figure. في عندي الكولوني في الشكل هذا طبعا اللي هو الفلتر بيبر، membrane filter paper، وبحط أنا المية اللي هي 100 ملي وبعمل suction hand، بينزل تحت المية من خلال الفلتر بيبر. طبعا هنا بتكون معقمة، ليش؟ لأن أنا عزلت البكتيريا اللي في المية، وهنا عزلت البكتيريا اللي في المية موجودة على الفلتر بيبر، وتحت بتكون معقمة، وباخد الفلتر بيبر وحطها على طبق وبتطلع الكولوني هي خضرة. هذه طبعا طبق في كولونيز، الكولونيز هنا كتيرة أكثر من 10 فبعتبرها polluted،
يعني الكولوني 1 2 3 4 5 6 أكثر من 10 فبعتبرها polluted، وبعد الكولونيز هذه كلها وبقول cells per 100 milliliter of water. الطريقة الثالثة في الكاونت أو العد البكتيريا the most probable number. The most probable number. Another method for determining the number of bacteria in sample is the most probable number (MPN) method illustrated in figure. يعني موجودة في الشكل. This statistical estimation technique يعني هذه الطريقة عبارة عن إحصائية فقط is based on the fact that the greater the number of bacteria is in a sample the more dilution is needed. يعني كل ما كان العدد كبير بدي أعمل dilution عشان أقلل عدد البكتيريا اللي موجودة. To point at which no bacteria are left to grow in the tube and the dilution series. Most probable number method is most useful when the microbes being counted will not grow on solid media. يعني يعتبر في ال liquid media فقط. It is also useful when the growth of bacteria in liquid differential media is used to identify the microbes such as coliform. يعني بستعمل أنا فيها اللي هو المكونكي بروث such as coliform bacteria which selectively ferment lactose and acid in water testing. هذه طبعا الأنابيب. الأنابيب مقسمة إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى اللي هي هذه فوق وفيها كل واحدة 10 ملي من البروث، وهذه فيها 1 ملي يعني ديليوتد 10 مرات، وهذه فيها 0.1 ملي يعني البكتيريا اللي هنا فوق أكتر حاجة، هنا أقل هنا الأقل. فبشوف أنا الفيرمنتيشن إذا كان أعطى لون أحمر هذا الفيرمنتيشن فبكون بوزيتيف. فبعد أنا الأنابيب البوزيتيف اللي هي موجودة باللون الأحمر 5 كلهم حمر يعني، فبتكون 5 هنا بتكون 3 1 2 3 وهنا أنبوبة واحدة نتيجة إنه البكتيريا أو عدد الخلايا أقل، فهذا بيعتبر serial dilution. serial dilution إن عملت أنا أول واحدة 10 ملي من المحلول والثانية 1 ملي من المحلول أقل بكتيريا وهنا أقل خالص فبتكون 1. فأنا بأخذ الرقم هذا 5 فوق وهنا 3 وهنا 1، باخذ الرقم هذا وبقراه في جدول في هيو ايوه في جدول most probable number index، فبحط انا الخمسة هاي الخمسة هان 3 1 فبقول لي انه 250 او من 110 cells per ملي. فأنا بحط الرقم هنا اللي هي 5 البوزيتيف والثلاثة البوزيتيف والواحد بوزيتيف، فخمسة 3 1 وبشوف أنا إيش الرقم المحاذي للإندكس. إحنا قلنا في طريقة العد في البكتيريا في بليت كاونت اللي منها بور بليت والسبريدينج بليت طريقتين، وفي الطريقة الثانية اللي هي الفلتريشن، في الطريقة الثالثة اللي هي الموست بروبابل نمبر وتكلمنا عليها، في الدايركت مايكروسكوبيك كاونت اللي هي كاونتينج تشامبر. سبيشالي ديزايند سلايد كولد بيتروف هوسر سيل كاونتر او كاونتينج تشامبر
is used in direct microscopic count. أنا بستخدم الكاونتينج تشامبر هذه في العد تحت الميكروسكوب. Motile bacteria are difficult to count by this method لأنها بتطلع من تحت الشريحة من تحت الميكروسكوب. And as happened with other microscopic method, dead cells are about as likely to be counted as live one. The chief advantage of the microscopic count is that no incubation time required. يعني الادفانتج الوحيدة تبعت الـ counting chamber إنها ما فيهاش incubation إن أصبر 24 ساعة. And they are usually reserved for application in which time is primary considered. يعني لما يكون في حسبة إنه الوقت مهم في الموضوع هذا. طبعا قلنا احنا الكاونتنج تشامبر مقسم الكاونتنج تشامبر هي عبارة عن شريحة مقسمة لمربعات طول ضلع الواحد مليمتر واحد. هذا بسميه بيج سكوير. مقسم البيج سكوير هذا لمربعات صغيرة بسميها ميديوم سكوير المتوسطة وطول ضلعها اللي هو 0.2 مليمتر. مقسمة بعض المربعات اللي هي تبعت الميديوم مقسمة إلى 16 جزء من أو 16 مربع طول كل طول ضلع كل واحد اللي هو 0.05 أو 5 من 100 من المليمتر. فهذه أطوال الأضلاع مهمة جدا في تطبيق القانون. القانون اللي هو بيقول لي سيلز لكل مليمتر مكعب. يعني بعد ما أنا أعد الخلايا في مربعات معينة في number of cells قديش أنا عديت وبشوف الاريا اللي تبعتي وبضربها في الديليوشن. يعني بشوف الخلايا اللي انا عديتها وبضربها في الديليوشن ضرب الديليوشن. يعني 1 لـ50 بضربها في 50، 1 على 20 الديليوشن بضربها في 20 على الاريا اللي انا عديتها على الاريا اللي هو طول الضلع في نفسه. وحسب طبعا إذا كان 5 مربعات 10 مربعات بضرب المساحة الكلية مساحة المربع في عددهم وبضرب في البوينت 1 اللي هو الدبث. هذا طبعا ثابت. يعني القانون إيش بقول؟ number of cells counted عدد الخلايا اللي أنا عديتها في الديليوشن اللي هو 50 مثلا. إذا عملت 1 على 50 بضرب في 50 وإذا عملت 1 على 20 بضرب في 20 على الأريا المساحة الخلايا اللي أنا المربعات اللي أنا عديت فيها وبضرب في البوينت 1 وبتطلع لي كم خلية في المليمتر المكعب أو في الميكروليتر أو الميكروليتر أو المليمتر المكعب. Estimating bacteria number by indirect method. يعني هذول كلهم direct method اللي تكلمنا عليهم. الحين بدنا نشوف ال indirect method. It is not always necessary to count microbial cells to estimate their number. The in science, industry and industry, microbial number and activity are determined by some of the following indirect means as well. يعني برضو احنا هذاك احنا 4 طرق عدينا فيهم direct. احنا بنشوف ال indirect يعني منتجات او انتاج البكتيريا من الاشياء اللي بتنتجها. اذا كانت كتيرة بقول العدد كبير. طبعا هذه رفلة او طريقة يعني تقديرية. Turbidity أول طريقة في الـ indirect method.
For some types of experimental work, estimating turbidity is practical, maybe monitoring bacterial growth. يعني هذه بتعطيني يعني ميزة لأنه البكتيريا كتيرة، يعني كل ما كان التربيديتي عالي بيكون الجروث عالي. As bacteria multiply in a liquid medium, the medium becomes turbid or cloudy with cells. يعني إذا لما تكون turbidity عالية بتكون cloudy أو في cells عالية. The instrument used to measure turbidity, spectrophotometer, طبعا الكالوريمتر أو الspectrophotometer اللي بنستخدم في الكيمستري. In this spectrophotometer, a beam of light is transmitted through a bacterial suspension to light sensitivity أو sensitive detector. يعني بتأدي إلى يعني بتتعدي على اللي هو الديتكتور. As bacterial number increase, less light will reach the detector. يعني كل ما كان التربيديتي عالية بتكون اللايت اللي بتصل أقل. This change of light will registered on the instrument scale as the percentage of transmission. يعني نسبة الضوء اللي بيعدي. Also printed on the instrument scale is logarithmic expression called the absorbance. في عندي absorbance وفي عندي transmittance, which is calculated as absorbance 2 ناقص log of the transmittance. The absorbance is used to plot bacterial growth. هذا طبعا الجهاز اني انا بحط هنا البلانك انبوبة فيها بلانك, هنا انبوبة فيها تيربيديتي بكتيريا, يعني البكتيريا او اللايت اللي بيعدي هنا بيصل هو اللي بيكون ترانسميتنس واللي بيمتص او ذاك بيكون الابزوربنس. الطريقة الثانية في الاندايركت اللي هي الميتابوليك اكتيفيتي. Another indirect way to estimate bacterial number is to measure the population's metabolic activity. يعني ايش بينتج من الاسيد, من الكربون دايوكسيد, الحاجات كل ما كان الانتاج اكتر كل ما دل على انه البكتيريا عالية. This method assumes that the amount of certain metabolic product such as acid or carbon dioxide is in direct proportion, يعني بتعادل كمية البكتيريا اللي موجودة, كل ما زادت بتزيد عدد البكتيريا, to number of bacteria present. الطريقة الثالثة الاندايركت اللي هي dry weight, ان انا بعمل زي الاكتينوميسيتس مثلا بتنعدش هذه خيوط, بعد الجروث بعمل فلتريشن وبوزن الدراي ويت تبع الاكتينوميسيتس. For filamentous bacteria and molds, the useful measuring method are less satisfactory. One of the better way to measure the growth of filamentous organism is by dry weight. It is then weighed for bacteria. The same basic procedure is followed. وبشوف أنا وزن dry weight وقديش بالمليغرام. The control of microbial growth. يعني احنا طول الفترة اللي فاتت هذه كنا بنزرع وبنشوف عشان نشخص ايش الميكروب هذا, ايش البكتيريا هذه, ايش الانواع, بنشوف الكولوني وبنحدد. الحين احنا بدنا صلنا لدرجة انه كيف بدنا نقضي او نعقم الاشياء تبعتنا من البكتيريا. Terminology of microbial control, يعني كيف احنا بدنا نعمل كنترول للميكروبات. Sterilization يعني التعقيم. Destruction
or removal of all forms microbial life, including endospores, but with the possible exception of prions. يعني بنعمل sterilization لكل الميكروبات ما عدا بعض البريونز. Usually done by steam under pressure or sterilizing gas such as ethylene oxide. اثنين, commercial sterilization, التعقيم التجاري. Sufficient heat treatment to kill endospores, Clostridium botulinum, in canned food, في المعلبات. More resistant endospores of thermophilic bacteria may survive. يعني ممكن اللي هي بعض البكتيريا الثيرموفيليك المحبة للحرارة ممكن إنها تعيش. But they will not germinate and grow under normal storage conditions. بس ما تاخدش راحتها في النمو. Disinfection. Destruction of vegetative pathogen. إن هو إن إحنا بنقضي على الخلايا الخضرية. Mimic us one physical or chemical methods. Disinfection might make you use of chemicals, ultraviolet radiation, boiling water, or steams. هذه بعض الطرق اللي هي تؤدي إلى التعقيم. In particle, the term is most commonly applied to use of chemical disinfectant to treat an inert surface or substance. يعني الحاجات اللي هي ممكن تكون على الأشياء الأسطح الصلبة. When this treatment is directed at living tissue, it is called antiseptic or antisepsis. And the chemical is then called antiseptic. يعني المطهر أو المطهرات اللي احنا بنستعملها في التعقيم بسميه antiseptic. الحاجات اللي احنا بنعقمها antisepsis أو بتكون معقمة. أربعة, degerming. There are modifications of disinfectant and antisepsis. For example, when someone is about to receive an injection, the skin is swabbed with alcohol. The process of degerming. يعني أنا بعمل إزاحة للبكتيريا أو الميكروبات علشان لما أجي أنا مثلا أعطي injection أو أسحب دم بأمسح محل السحب علشان أطلع اللي هو الميكروبات ما تدخلش في جسم الإنسان. Or degermination, which mostly result in the mechanical removal. يعني حاجة ميكانيكية إن أنا بزيل البكتيريا والحاجات الميكروبات عشان ما تدخلش في جسم الإنسان. Rather than the killing of the most of the microbes in limited area. رقم خمسة, sanitization, اللي هي النظافة. Treatment intended to lower microbial count on eating and drinking utensils to save public health level. يعني احنا بنعمل النظافة علشان نقلل اللي هو الميكروب أو الميكروبات. May be done with high temperature washing or by dipping into chemical disinfectant. يعني ممكن أنا استخدمها الهاي temperature والستيم, وممكن أعمل disinfectant أو أستخدم disinfectant المطهرات. Biocide and germicide, القاتل أو الحاجات اللي تقتل. Name of treatment that cause the outright death
of microbe have the suffix side, bactericidal مثلا وbacteriostatic اللي هي مثبطة. Meaning kill biocide or germicide killed the microorganism usually with certain exceptions such as endospores. Fungicide اللي هو kill الفنجاي. Virucide اللي هو من القاتل الفيروسات. Inactivate viruses and so on. وهكذا. رقم 7 bacteriostasis. Treatment only inhibit مثبطات the growth of multiplication of bacteria. Their names has been suffix state or stasis, meaning to stop or steady as bacteriostasis. Once the bacteriostatic agent is removed, growth might resume. يعني مجرد ان نوقف البكتيريو ستيت هذا ممكن ترجع تاني البكتيريا تنمو. Sepsis اللي هو التلوث. From Greek for decaying, فساد. Or butyrid indicate bacterial contamination as in septic tank for sewage treatment. The term is also used to describe the disease condition. Aseptic يعني معقم. عكس اللي هو السبسيز. Means that an object or area is free of pathogens. يعني aseptic. The rate of microbial death. احنا شفنا rate of microbial growth. الحين بدنا نشوف death. يعني نستخدم حاجة معقمة أو مطهر ونشوف إيش تأثيره على البكتيريا. Describe the pattern of microbial death caused by treatment with microbial control agent. يعني من المطهرات بدنا نشوف إيش تأثيرها على الميكروبات. When bacterial population are heated or treated with antimicrobial chemicals, they usually die at a constant rate. يعني لما أنا أسخن مدة معينة بلاقي إنه البكتيريا بتموت بمعدل ثابت. For example, a population of 1 million microbes has been heated for 1 minute and 90% of the population has died. يعني أنا سخنت لمدة دقيقة مات منها 90%. We are now left with من المليون طبعا بيضل 100,000 microbes. يعني المليون سخنت لمدة دقيقة مات 90%. بصير 100,000. If the population is treated for another minute, يعني دقيقة تانية, 90% برضو من اللي ضايل microbes die and we are left with 10,000. يعني المليون بصير 100,000, بصير 10,000, بصير 1,000. In other word, for each minute the treatment is applied, 90% of the remaining population is killed. يعني كل دقيقة بموت أنا 90% من العدد. If the death curve is plotted logarithmically, the death rate is constant as showing by the straight line and figure. هذا طبعا المليون بصير 100,000. بصير 10,000, بصير 1,000, بصير 100, بصير 10, بصير 1. هذه طبعا constant effect أو تأثير ثابت. كل دقيقة بموت 90%. هذا اللي هو المليون بلقي نزل خالص straight line. هذا اللوغاريتميك سكيل. وهذا طبعا في الأريثمتيك سكيل. واحنا شفنا الاريثمتيك جروث قبل هيك كان بيبدا من هان وبيطلع هيك للمليون وممكن خط مستقيم يصل, لكن الحين احنا صار ديث, فصار المليون 100,000
10,000 و1,100 وهكذا، بكون ستريت اللوغاريتم سكيل، لكن الاريثماتيك بضل زي ما هو صعب التعامل معه. Several factors influence the effectiveness of antimicrobial treatment. يعني في عنا عوامل تؤثر على هذه المعادلة أو هذا التأثير. The number of microbes، عدد الميكروبات، طبعا الكثرة تغلب الشجاعة زي ما بيقولوا. The number of microbes، the more microbes there are to begin with a longer it takes to eliminate the entire population. يعني كل ما كتر العدد كل ما زاد الوقت اللي هو مناسب لقتل هذا العدد. Environmental influences، برضو عامل تاني، الظروف المحيطة. The presence of organic matter often inhibit the action of chemical antimicrobials. يعني بكون الحاجات العضوية ممكن تؤثر على المادة القاتلة. يعني زي ما باخد أنا أنتيبيوتيك بمر على المعدة، بمر على الأسد، بمر على حاجات كتيرة في الجسم، فبتتأثر وبتقل التأثير تبعها. عشان هيك يعني مثلا الأموكسيسيلين مثلا بحتاج أنا 80 أو 100 ميلي جرام، فبياخد أنا 500 ميلي جرام في الجرعة الواحدة علشان الحاجات المحيطة بالأنتيبيوتكس. In hospital the presence of organic matter in blood, vomit or feces influences the selection of disinfectant. Time of exposure، وقت التعرض. احنا بنحكي على العوامل اللي بتأثر على تأثير الأنتيبيوتك أو الديسانفكتنت. Chemical antimicrobial often require extended exposure to affect more resistant microbes or endospores.